ما قدرتش. مش احمد جوز سكينة رجع؟ وده رجع امتى؟ ليله امبارح. الوليه القهوجيه صاحبتها دي بتكون رجع محمد. يعني يكون محمد ايه؟ تلاقي شويه فاكهه. فاكهه ايه؟ ده بتقول لك كان شايل خورك كبير. خورك كبير؟ يبقى احنا لنا في الحب نايم. ازاي الله تقولي لاختك تجيب لك هدمه بدل الهدمه اللي على جتتك دي؟ بقى لها اسبوعين ريحتها طلعت. يا راجل حط في عينك حصوه ملح. مش كفايه عايشين على جفا وليه؟ كمان هنرضيها بكسوتنا. وماله؟ مش اختك؟ الله تنسي ان داخل علينا شتي وكلنا لازمنا كسوه. انت تروحي لها ولازم عن مدة قبل الراجل الكمل المحترم اللي جاي محمد ده عشان يعمل معانا الانسانيه. سكينة وشك ولا وش القمر؟ ايه يا اختي تقلتي رجلك ليه؟ ما احنا قلنا الدكان دكانك وبطرحك. كتر خيرك يا زنوبه، ده العشم برضو يا اختي. خد شوفي الدم وذبحي املي عين. خد يا ام ابراهيم اوزني دول واذبحيهم ونظفيهم. اهلا يا سكينة. ايه يا بنت الجلابيه الحلوه دي جايباها منين؟ ايه عجباكي؟ اللي عجباني عجباني اني عايزه واحده زيها. جايباها بكام؟ بليارين ونص. لا يا اختي غاليه. ده انت كنت جبتي قماش وفصلتيه ما كانش يكلفك الا ريال. وانا يا اختي كنت هنستنى لسه ونفصل. الراجل جوزي مسافر كمان كام يوم وعاوزاه يشوفني واني لابساها. قولي لي كده بقى، وانا اللي بقول واخده الفراخ دي لمين؟ كنت فاكره عندك عزومه. طب خلصيني بقى يا زنوبه، لسه يا اختي ورايا طبيخ. ولا عايزه الراجل ما يتغداش النهارده؟ لا يا حبيبتي، ده يتغدى ويتعشى كمان مطرح ما يسري يمري. ابقي افتكريني وانتي بتاكلي فرختين نوبه واحده. وشفتي ايه كمان يا بيت؟ وملوخيه ياما. فراخ وملوخيه كمان؟ دي لازم بتحبه قوي. انا تعالي ياما. تعال ربط لك بطنك على ما خالتك تخلص لا الاكل. عايزه مش عايزه. لا مش عايزه. يعني هو ربط الحزام مش ارحم من جوع. ده البنت بديعة قالت لي انك عندك عزومة. قلت اجي اساعد. عزومة ايه؟ النبي يخلي. انا فرحت قوي لما عرفت انك جبتي فرختين. والشقيان ده يا اختي ملوش نفس ياكل. سلقتيهم يا اختي ولا سلقتهم؟ لا معلش سلقتهم. تعالي انت استريحي. يا حلوة مبروك. جبتيها منين دي يا سكين؟ اهلا وسهلا. راي اختك يا سكينة صح؟ ابو المفهوميه طول عمرك مش زي ناس. نورت بيتك يا احمد. الف بركه يا اخوي. اهلا يا ست ريا. اما اروح اغسل وشي بشويه الميه. اجيب لك يا اخوي الميه لحد عندك؟ لا ما الميه بره كتير. كتر خيرك. بعد اذنك. اذنك معايا. امير جوزك قوي يا سكينه، ده باين عليه جدع طيب. بقول لك يا اختي، البنت بديعه جلابيتها دابت عليها والشتا داخل علينا وما نمتش طول الليل من كحه الولد. النبي يا اختي انا خايفه يحصل اخوك. ما انا عارفه انت جايه ليه. خدي هاتي لي نفسك فيه لك ولعيالك. ما نحرمش منك يا اختي. يلا يا بديع يلا. ولا انت عايزه تقعدي مع خالتك؟ اصل البنت دي عينها وعفتها الملوخيه. بيشيعيها بطبق ليه وانا ما عنديش نظر؟ بنت يا بديع خليكي قاعده مع خالتك. ايدك بقيت يا بنت لحد ما اخلص. سجين انا هستلف منك الجلابيه دي من ساعه وارجعها لك تاني. ما انحرمش منك يا اختي.
عارفه هتجيبي لي جلابيه زي اللي لهفتيها دي ولا عشان قالت لك هاتي ليكي ولولادك تتدفوا انتوا وانا قافقه في البرد. ما هي ما كانتش هتوافق يا راجل. اشمعنى انا؟ انا اللي وقعت مع الرقفه ولا الابيض في وسط الكلاب نجس؟ لو انت ما تعرفش دي واحده تقبل العامه ولا تقبلكش. انا اللي عملته ده عشان سيرتها سمعتها ما كانتش عجباني، وانت عارفاني ما احبش المشي البطال، واختك كانت عايزه تمشي على كيفها. هي مشيت مشيت واتجوزت الراجل اللي على مزاجها. بيني وبينك البيت واقعه مقل، متجوزه راجل كيسه مليان وبيحبها وبيكحل عينيه بالتراب اللي بتمشي عليه. هي اللي لازم تحب ده، مش بس ما يتدر ده يحتكم على قرش. لا هو الاولاني ما كانش معاه قرش، ده كان اغنى من اللي معاها دلوقت، بس ما كانتش بتحب. اها، يعني كل مره ما تحبش جوزها تلبسه قرون. وفي رجاله عمر بعد عنك، الواحده تبقى جايده صوابعها العشرة شمع، وهم زي دي للكلب اللي عمره ما ينعدل. وهم الحكام دريانين بالناس، دول مش فالحين بس غير انهم يطاطوا للانجليز عشان كل واحد فيهم يفضل قاعد على كرسيه. انا مش عارفه الناس هتفضل على الحال ده ازاي، ده وانت مسافر فضلوا يضربوا في الناس اللي راحوا وقفوا قدام المحافظه وقعدوا يزعقوا ويقولوا احنا مش لاقيين ناكل احنا جعانين. هيعملوا ايه؟ غلابه. الحال واقف على الكل. اسره انت باقي معاكي كام الفلوس؟ 2.5 جنيه. يقضوكي كام شهر من غير ما تبهدلي نفسك في الشغل يا سكينه؟ اهو يقضوني شهرين. انت ليه مش عايزنا اشتغل؟ دول بيدوني 5 قروش في اليوم. خليكي قاعده في بيتك كافيه خيرك شرك لغايه ما ارجع يا سكينه. وناوي انه بدي تقعد قد ايه؟ هم شهرين وهرجع اعيش معاكي هنا على طول يا سكينه. اه ترجع على طول؟ انت راجل اتجننت. انت مش شايف الحال واقف ازاي؟ هترجع مش هتلاقي شغل وتقعد جنبي زي ازازه الخل، ونرجع لعنب ديبه وانزل اتبهدل تاني، ولا بقى نموت من الجوع. اللي انت عايزاه يا حبيبتي، بس انا تعبت. انت عارفه سكينه انا هناك بشوف الموت كل ساعه. انا حمرت لك فرخ وحشتها لك رز عشان تاخدها معاك وتتقود بيها. يا حبيبتي ربنا ما يحرمني من حنيتك دي ابدا. هتوحشيني يا عمي. وبعدين فوق في الحال اللي احنا فيه ده يا أم، واحنا بايدينا ايه نعمله؟ اللي رايده ربك هيكون. طب انا بقول يعني ما تقولش، انا عارفه اللي في دماغك وسيبك منه. انا اخاف عليك يا ولدي من السجن، اخاف عليك من الحبسه والمرمطه. اتكل على ربك وعلى دراعك. الكلب دي سبوبتنا. يا غرب بيتك يا زينب، يا غرب بيتك يا زينب، يا غرب بيتك يا زينب. بس يا أم، بس يا أم، ما تعمليش نفسك دي، صحتك يا أم، صحتك. أما أنا هنعمل إيه دلوقتي بس يا ولدي؟ أيوه صحيح، هنعمل إيه دلوقتي؟ هو مفيش غير حل واحد يا أمار. إيه هو؟ نرحل من البلد ونقول يا فكيك.